دعاء إذا قلته في صلاتك يتسابق إليك أكثر من 30 ملكا. أخي المصلي، أختي المصلية، إذا قلت هذا الدعاء يتسابق إليك كما أخبر صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 ملك. جاء في الحديث عن رفاعة ابن رافع رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل بعد أن قال النبي عليه الصلاة والسلام سمع الله لمن حمده، فقال الرجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، خمس كلمات، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام من المتكلم؟ قال أنا يا رسول الله. فقال لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. فاحرصوا على هذا الدعاء فهو من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم.